نادي الطلبة للاتحاد اللا مركزي واللا شرعي، طلعت جرجواها خطين. جرجواها خطين، عدنان درجال، مو استاذ عدنان درجال، عدنان درجال ويونس محمود. مبريين الذمة ومشكولين الذمة بكل يوم لعبتوا بيه ولبستوا دريس نادي الطلبة، لا خيرا بكم، لا خيرا بتاريخكم ولا بالكيان اللي شرفتوه انتم. انتم على نادي الطلبة. اليوم احنا مو باب الاتحاد. باب خربة، انت جاي تشوف اعلام ونقل هذا الحدث، هاي خربة عبارة. يتكلمون في القانون في بلد لا يوجد فيه القانون. انت علي والي منو وشنو وياهو؟ انت منو منو؟ بس خيّني نفسك وطلع لي شهادتك اللي تتكلم بها بلجنة العقوبات. هذا الاتحاد عبارة عن يعني شلون اقول لك بؤر كشريعة الغابة. لجنة للتراخيص ولجنة للعقوبات ولجنة للجوء ولجنة للسفر. انتم جايين نزوة لا محبين للبلد ولا للكيان ولا للشعار، قاعدين تضحكون. هذا لؤي العان باع الولدان ما تربطني بأي علاقة. لؤي العان وقع وتوقيعه رسمي واخذ دفعة أولى، هو أصلا ما مصدق بالاتحاد. انت تعاقب نادي الطلبة، ايش عبالك نادي الطلبة يعني صغير بعينك؟ لا، نطير نطب عيونك ونطير شرار عيونك. ترى زين مطبت من خضراء واللي اقتحمت باب الاتحاد سابقا ما يحصى علينا باب الاتحاد ولا تحصى علينا انت على الوالي. هذا لو العاني لو يمتلك عشيره من مدينه الصدر ويمتلك ظهر قوي ومتابع الميليشيا والله العظيم ما يطبون له ذره تجد عقوبه، بس رجل فقير